أكد وزير الداخلية النمساوي أنه لن يسمح بعودة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من حاملي الجنسية النمساوية إلى البلاد، واصفا إياهم بقنابل موقوتة. وأضاف أيضا في مقابلة مع صحيفة نمساوية أن أمر حظر دخول هؤلاء الإرهابيين إلى البلاد يشمل أيضا النساء والأطفال من عائلاتهم، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الحكومات الأوروبية، لأن إرهابي داعش يسعون إلى الاستفادة من نظام قضائي حديث وأنظمة اجتماعية جيدة وإنسانية في أوروبا.